تنسيق 2020، 5 نصائح لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة أثناء التقديم في تنسيق 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ولا بين على التفاصيل. مكتب تنسيق 2020 بيفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى قدام طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم وحتى الأربعاء الموافق 26 من نفس الشهر. ووجه السيد عطاء المشرف العام على مكتب التنسيق نصائح لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وهي: إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد ليه، فإن برنامج الحاسب هيختاره فورا، بأن الرغبة بتتعارض مع التوزيع الجغرافي، وبيسمح للطالب بتعديل رغباته خلال فترة المرحلة اللي هو بينتمي ليها، وبعد كده ايه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم. مكتب التنسيق بيعتمد آخر تعديل أجراه الطالب على رغباته، وفي حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468. وهيبدأ 149,685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في 2019-2020 اليوم السبت في تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وده من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الجامعات، وده بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهي في 26 أغسطس الجاري. وقال: لابد من تركيز الطالب على الكلية التي يرغب الالتحاق بيها، ولابد من كتابة جميع الكليات حتى لا يفاجئ الطالب بأن كلية كان ممكن يلتحق بيها ولم يتمكن من الوصول إليها، عشان كده لازم يكتب جميع الكليات اللي هو يعني يحب ان هو يلتحق بيها. وقال كمان ان موقع تنسيق 2020 متاح خلال ال5 أيام في حال رغبة الطالب تعديل رغباته، وتم فتح معامل التنسيق، وتم تجهيزها لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في كتابة رغباتهم للتيسير على الطلاب الذين لا يملكون الكمبيوتر، وتم التشديد على كل الإجراءات الاحترازية. وأوضح عطا أنه لأول مرة هذا العام بتوجد جامعة العلوم والتكنولوجيا فيها كلية هندسة وكلية علوم بجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية بها كلية هندسة وكلية إدارة أعمال الدولية والإنسانيات. ووجه عطا نصيحة للطلاب قائلا: نصيحة للطلبة الذين سيكتبون هذه الكليات ستكون بمصروفات، وسيتم إجراء مقابلات وامتحان في اللغة الإنجليزية، ومن لا يجتاز الامتحان سيتم إلحاقه بالرغبة التالية في التنسيق. ولابد أن يكتب الطالب 75 رغبة ولن يقبل إلا بعد استكمالها، وهناك دليل على الموقع بيشرح كيفية التسجيل. وزارة التعليم العالي كانت أعلنت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة في أكثر، أي بنسبة 97.60%، والشعبة الهندسية 387 درجة في أكثر، أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.90%. وقالت وزارة التعليم العالي إن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة هتكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت على مدار 24 ساعة، وأنا هسيب لكم الرابط إن شاء الله تحت الفيديو. وحددت التعليم العالي الخطوات
اللي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. أول حاجة قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اللي أنا هسيبه تحت الفيديو. بعد كده قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بيك. بعد كده قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب. بعد كده بيحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. بعد كده بيختار الطالب الكلية أو المعهد اللي هو بيرغب الالتحاق بيها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. وتنقسم قائمة الكليات المسموح ليه بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي ليه، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص آخر بشرط استيفاء الشروط الموضح عليه. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكن طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ ويساعد تقدمك. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك سيف آز على حسابك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات وده متاح ليك، اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط. يعني مهما أنت حاولت تعدل من رغباتك الحاسب بيحفظ آخر تعديل بس، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت بيه. وبهني الطلبة والطالبات وبتمنى لهم التوفيق ومستقبل مشرق ومزدهر. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.